باش يمشي يقرا مع تلامذ كبار ديال الاعداديه راه ما يمكنش، حنا ما يمكنش نقبلوا هذا. كيخرجوا في شي توقيت ماشي هو داك، كتكون الطريق خاويه، كنخافوا على راسنا حنا اول حاجه، عاد على وليداتنا. حنا السنين هادي حنا كنطالبوا ابسط حاجه ان مدرسه ديال الابتدائي تكون هنا، في حين ان كاينه نسبه كبيره ديال الساكنه هنايا. كل عام كتطرح لنا هذا المشكل، كنطالبوا الصوت ديالنا ما تيوصلش. حنا اليوم قررنا ان نجتمعوا باش نوضعوا حد لهذه المساله، ما غاديش نقبلوا بحلول ترقيعيه، بغينا حل جذري ونهائي، لان النساء كلهم ما اجتمعوا هنا الا ان المساله وصلت لحد ديالها، تضرروا لواحد الدرجه كبيره من هذا المستوى هذا. الاشكاليه اللي عندنا هنا في هذه المدرسه راه هذه المعاناه يعني مده ديال 6 سنين ولا 7 سنين. كما كتعرفوا بان هذه المنطقه جات بمحادثه مع منطقه ديال القليعه، 800 تلميذ ولا 700 تلميذ كتقرا في المؤسسات التعليميه ديال القليعه. هادو يعني كيعانوا واحد المعاناه اخرى، وكاين خوتهم اللي كيقراو في هذه المدرسه، يعني كاين الام اللي كتعاني كدي ولد ديه للقليعه، وهو ولد اخر كاين في حي المستقبل بالصفه. كاين اشكال اخر، حنا هذه المدرسه هذه راه دفعنا الطلبات مده ديال 4 سنين، دابا ولا 3 سنين. الجمعيه اللي كانت قبل مني كتدفع وكتهضر، كيقولوا ما ودي ما عندناش وعاء العقاري، اضطرينا حنا كجمعيه اباء شفنا مول الارض اللي كاينه الورا ديال المدرسه فيها 5000 متر، قال فاش هضرنا معاه قال لك اودي شحال خصكم، قلنا خصنا 1500 متر، ودارت ليها المدرسه بلون بورماج ديال ديك 1500 متر، وتجدينا عند النيابه. لكن دوك المساطير اللي كيطلبوا لنا النيابه خلى داك السيد مول الارض يخاف على يعني الحقوق ديالو، لان كيقول ما عرفناش شحال غنخلصوك وهي انت غنخلصوك. اذا هنا كيولي واحد الاشكال ديال التخويف والترهيب ديال مول الارض. هاد الناس ديال المديريه الاقليميه ما عمر جا شي واحد هنا ريح معنا وناقش معنا هاد المشاكل، كنصيفطوا مراسلات كنمشوا كيبداو يعني ديما الاجوبه ديالهم غير التسويف، يعني شي حل جذري ما كاينش. المرحله الاولى كانت الجمعيه السابقه اللي كرات واحد المجموعه ديال الكراجات، واش عباد الله الدري كيقرا في كراج راه ما يقبلهاش العقل. فاش جيت انا طلبوها ليا المره الاولى طلبوا ليا باش نكري، قلت لهم ما نكريوش الكراج، ما عندناش البهايم، عندنا التلامذ وعندنا وليداتنا، هادو ما غاديش نرضاو شو واحد يضحك عليهم. درنا طلبوا ذاك العام طلبوا منا حل ترقيعي، اننا وليداتنا ديال الساس ندوهم ليوسف منتشفين. اش خدينا؟ خدينا الوليدات اللي قراب ليوسف منتشفين، ماشي مشكل قبلوها الناس وبزز ماشي بالخطر. هاد قلنا على اساس هذا العام غادي يكون توفرات 8 الاقسام اللي كان قال لنا السيد المدير الاقليمي السابق ان الميزانيه ديالها موجوده وباقا لحد الان كيقول لك موجوده، لكن موجوده باي طريقه باي صيغه، هاد الناس ما داروا لنا حتى شي حل. كاين الارض وراء المدرسه، كاين مول الارض، يعني خص غير التواصل وهاد الناس يديروا الدور ديالهم باش نحققوا يجيبوا على الاقل دوك 8 اقسام. دابا وغاديه فين وفين؟ وخايفين عليها مع 6 الصباح، وكاين الظلام وكيجي الظلام، خصني ندي البنت ونجي للولد وندي البنت ونجي، كي غندير؟ وخدامين، كاين الناس اللي خدامين الله يكون في العوان، وخدامين، كي غنديروا؟ كاين أمهاتك اللي عرفوا المرات، حنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه، كنطلبوا يخليوا لينا ولادنا تيديروا لنا الحل. ذاك العام قالوا لنا الكراج، العام لنا غير هذا، قدمنا الكراج، قالوا لك اودي تساعدوا معنا، ساعدنا معاهم، ديناهم الكراج، ما بيناش صداع. حنا عيالات عقولنا، حنا كنتيقوا في المدير وكنتيقوا في الامن وكنتيقوا في كل شيء، واني هذوك التلاميذ كيتكرفصوا. واش الدري في الكراج وكيقرا كي غيدير؟ اش غادي يقرا؟ اش غادي يقرا؟